تمام. هلا نجي على الشريحة الثانية. اوكي، الجنجفة. الجنجفة طبعا بتتكون لي من اكثر من جزء. اول جزء هون بدي اسميه اللي هو الفري جنجفة، بعدين بيجي فوقه الاتاتشد جنجفة، وبعدين اخر شيء هاي المنطقة هون بنسميها الالفيولار موكوزا. هلا بدنا نعرف هون انه عند الفري جنجفة في عندي شيء اسمه سلكس، اوكي، وهون طبعا هاي منطقة ثانية بنسميها الانتر دنتال جنجفة. طيب شو يعني هدول الشغلات كلياتهم؟ خلينا نجي نفصل واحد واحد. اول شيء الفري جنجفا هي عباره عن لسه ما انا يعني كتير متصله، اوكي، بالسن او بالنسيج السني، اوكي. فبتحوط لي اي منطقه بالضبط؟ بتحوط لي السيرفيكال ريجن او اللي هي السمنتو انيميل جانكشن تبعيت التوس. هاي الفري جنجفا بتسمح لي اني اوصل للجنجيفال سالكس. طيب شو هو الجنجيفال سلكس؟ هو عبارة عن سبيس، يعني هيك مثل فراغ، بيكون موجود كمان عند عنق السن تحت الفري جنجيفا، بقدر اني فوت فيه أداة معينة بنسميها البيريو دنتال بروب، أو بالعربي بنسميها المسبر اللثوي. طيب شو فايدة هذا البروب؟ أو أنا ليش طيب يعني شو بستفيد منه؟ أوقات بعد العيادة رح يجينا مرضى بيكونوا يعني بدي افحصهم اللثه، فمن خلال هاي يعني هذا التكنيك انا بعرف اذا اللثه هي هيلثي ولا بتعاني من ديزيز معين. كيف؟ شفتوا هذا البروب اللي حكينا عنه؟ اذا لاحظتوا هو هذا، هو طبعا هاي صورته. اذا لاحظتوا فهو مقسم ل هيك في شرطات، كل شرطه من هدول الشرطات بتكون لي عبارة عن 1 ملي، تمام؟ فالمفروض إذا أنا مسكته وفوتته هون بالسلكس، هذا هو السلكس إذا شايفينه، تمام؟ اللي هو مثل هيك فراغ بين السن وبين الفري جنجيفا، إذا فوتته المفروض ما تتجاوز المسافة، يعني ما يفوت أكثر من 3 شرطات، يعني 3 ملي. إذا فات 3 ملي فهون أنا بعرف إنه هاي لسه هي هيلثي، والمريض كتير يعني معتني بنظافته الفموية وحالته اللثوية كتير صحية. أما إذا فاتت أكثر من 3 ملي، مثلا هون فايتة لو تلاحظوا 5 ملي، فمعناها إنه لسه عندها ديزيز وصاير عندي انحسار لثوي، وكمان مثل ما شايفين هون صار في عندي كمان امتصاص للعظم. اللي هو الأفريج تبع الويدث تبع السلكس بده يكون من 1 ل3 ملي. طيب خلصنا هيك من الفري جنجيفا وبعدين من السلكس. هون بيجيني شيء اسمه الاتاتشد جنجيفا. هلا هاي الاتاتشد جنجيفا بتكون على عكس الفري جنجيفا، هي يعني شلون بدي اقول لكم، بتكون تايتلي كونكتد، يعني متصله بشكل كتير قوي ومحكم بشو؟ بالسمنتم تبع الجذر، اوكي، او تبع السيرفيكال ثيرد، مظبوط، للجذر. وبنفس الوقت هي بتكون متصله بالبيريوستيوم اللي هي عباره عن كونكتيف تيشو بتغطي لي الالفيولار بون، تمام. فاذا الاتاتشد جنجيفا هي عباره عن جزء من اللثه بيكون كيراتينايزد وبيكون متصل بالسمنتم تبع السيرفيكال ثيرد اوف دي روت، وكمان بالبيريوستيوم اللي هو كونكتيف تيشو بتغطي لي الالفيولار بون. بدنا نعرف كمان انه الاتاتشد جنجيفا مثل ما شايفين هون بتكون موجوده بين الفري جنجيفا وبين الالفيولار موكوزا. هلا بدنا نحكي عن شغله اسمها الجنكشنال ابيثيليوم. الجنكشنال ابيثيليوم ثالث شغله، عفوا رابع شغله، اللي هي الجنكشنال ابيثيليوم. ببساطه الجنكشنال ابيثيليوم، هلا ما نحن اتفقنا انه بيكون عندي السيمنتم، اوكي، محطوط جوات الروت سوكيتس، بس جزء من السيمنتم بيكون متصل بالجنجيفا، مزبوط. اول طبقه من الجنجيفا ها هي لو انتم تلاحظوا بتكون مباشره بين السيمنتم يعني هي اول طبقه بتكون من اللثه من الجنجيفا متصله بالسمنتم بنسميها الجنكشنال ابيثيليوم. لو تلاحظوها هي هون ليك الجنكشنال ابيثيليوم، ها هي شايفينها، فهي طبقه كتير رقيقه بتكون موجوده بين اللثه ومتصله بالسمنتم. ومثل ما اتفقنا انه مو كل السمنتم، يعني مو جذر السن كامل بيكون يعني متصل بالجنكشنال ابيثيليوم، لا، بس منطقه معينه اللي هي السيرفيكال ثيرد اوف دي توث. طيب هلا بدنا نحكي عن شيء بنسميه الانتردنتال بابيلا، او بالعربي بنسميه الحليمات اللثويه. ببساطه هذا الجزء من الجنجيفا هو عباره عن جزء بيكون معبي لي هاي المنطقه بين الادجيسنت
teeth. اوكي يعني هون طبعا راح نلاقي اللي هي شو اسمه الكونتاكت اريا. اوكي فوق الكونتاكت اريا بالضبط راح يكون عندي هون مثل هيك فراغ بيتعبى بالجنجيفا او بهاي البابيلا. تمام فهاي البابيلا بنلاقيها موجوده على اللينجوال عفوا على الليبيال سيرفيس بنسميها ليبيا فيشل او ليبيال بابيلا وبنلاقيها كمان موجوده على اللينجوال سيرفيس وبنسميها اللينجوال بابيلا. فوحده هون وحده هون. هلا بدنا ننتبه لشغله انه اعتبروا اني انا جيت مثلا هيك اوكي لعند هذا السن هدول السنين عندي اياهم افترضوا اني عملت اكستراكشن لهذا السن يعني انا شلته وطلعت عليه هيك اوكي طلعت عليه لاترالي اوكي رح شوف هذا الشيء هذا النتوء الصغير يعني انا هون من هون عندي بابيلا ومن هون عندي بابيلا هاي الليبيال وهاي اللينجوال هون من لما اذا طلعت لاترالي بدي الاقي هذا الهيك نتوء صغير شايفين مثل ما شايفين هون بنسميه الكول اوكي اللي هو ديبريشن بيكون بين الفيشل واللينجوال بابيلا. طبعا هو هاد بده يكون فورا فوق الكونتاكت اريا. وفي نقطة لازم تعرفوا انه مثلا لا سمح الله لو صار عندي مرض او التهاب لسه اوكي وصار عندي انحسار لسه لسه رح تضل تنحسر لحتى تختفي عندي هاي المعالم يعني رح تختفي عندي اللينجوال بابيلا والليبيال بابيلا وكمان رح تختفي عندي هاي الكول. تمام هلا نحن خلصنا من الفري جنجيفا اللي فيه السلكاس بعدين الاتاتشت جنجيفا بعدين مثل ما اتفقنا هون بيجيني الالفيولر موكوزا. هلا هاي الالفيولر موكوزا هي عباره يعني بتكون نون كيراتينايزد اوكي وبتكون موفابل يعني مثلا انتم لو جربتوا هلا تمسكوا شفايفكم وتسحبوها لقدام وتطلعوا على المرايه رح تلاقوا هذا الجزء وهذا الجزء هيك بينمد معاكم يعني هي موفابل بتتحرك. هلا هي الى خصائص اول خاصيه إلها انه هي thin smooth shiny بده يكون لونها شوي dark red يعني بده يكون لونها اغمق من الاتاتشت جنجيفا. طب ليش؟ لانه هي كتير vascularized فيها كتير اوعيه دمويه وهي الاوعيه الدمويه نحن بنقدر نشوفها حتى بعيننا المجرده فبظن هي واضحه لكم هون بالصوره هاي. طبعا هاي الالفيولار موكوزا بتغطي لي الفيستيبيول اللي هي هاي المنطقه وبتغطي لي كمان الفلور تبع الماوث يعني تحت لسانكم وهي المنطقة اللي هي الفيستيبيول كلياتهم بيكونوا مغطيين بالالفيولار موكوزا. طيب انا عندي هاي الاتاتشت جنجيفا وعندي هاي الالفيولار موكوزا لو هيك تنتبهوا هون في عندي هيك مثل حاجز او حد صح هذا الحاجز او الحد بنسميه الموكو جنجيفال لاين اوكي هو بيكون هيك لونه تقريبا بينك يعني بينك من هون بس يعني بيوصل لي البينك جنجيفا هاي اللي هون بالريد الالفيولر موكوزا اللي هون اوكي فهو الفاصل بين هدول التنتين. اخر شيء او مو اخر شيء يعني كمان شغله اللي هي الجنجيفا المارجن تقريبا هي هاي هي اوكي اللي هي الادج هيك مثل حافله اللسه بتكون كتير قريبة من السطح البايتينج أو التشوينج سيرفيس السطح الطاحن للسن هاي مثل ما حكينا عنها من قبل شايفين كيف هون هاي صورة فورا يعني من الصورة كلينيكال منشوف فيها كيف البروب بيفوت هون بالسلكس ومنقدر نعرف من خلاله نقيس ونعرف إذا اللسة صحية ولا لا. هاي كمان صورة تانية للسلكس هاي السلكس هون بنشوفها وهاي مثل ما قلنا الجنجيفال سلكس هذا هو هون وهاي الفري مارجينال جنجيفا. طيب هلا هاي يعني مشروحة باللابات الماضية شو الفرق عندي بين الاناتوميك والكلينيكال كراون ببساطة وبشكل كتير سريع ومختصر. انا لما بدي اجي على الاناتومي اوكي على الشيء اللي هو علم والشيء اللي ثابت شو ما كانت الحالات وشو ما كانت الحاله الصحيه للمريض معروف عندي انه هذا الجزء اللي هو التاج هو بسميه كراون اوكي اللي هو ما بعرف اذا في صوره هذا هو هذا الجزء هو ثابت عندي بكل الحالات بنسميه كراون اوكي اللي هو الجزء اللي من السيرفيكال وتحت عفوا وفوق هذا بنسميه الكراون. ما عدا هيك
هذا الجزء الثاني اللي هون بنسميه روت. اوكي هذا شيء ثابت وخلص يعني بكل الحالات بالاناتوميكال يعني بالاناتوميك يعني الناحية التشريحية. بس بالعيادة انا شو ما شفت مثلا اجى لعندي مريض والله عنده انحسار لسه. اوكي هلا انا المريض لما يصير عنده انحسار لسه شو يعني هذا الشيء؟ يعني اللسه بتبلش تنكمش وتتقلص وتطلع لفوق، فبهاي الحالة بده يبين عندي اجزاء زيادة اكتر من الكراون. اوكي بده يصير يبين عندي جزء من الجزر. فبهاي الحالة هذا كلياته كامل مع انه هو فيه جزء من الروت، بس خلص انا شايفته بالعيادة هذا كلياته بسميه كراون. اي شيء ما بشوفه بالعيادة بيكون مغطى بالجنجفة هذا بسميه التوث روت. اوكي هاي هي بشكل بسيط يعني الاناتومي، الاناتوميك كراون والروت بيكونوا ثابتين بكل الحالات ومعروفين، اما بالكلينيكال لا بيتغير. اي شيء بيكون ظاهر لعيني بسميه كراون، واي شيء بيكون مخبى يعني مغطى باللسه بسميه روت شو ما كانت الحاله. طبعا الكراون مثل ما قايلين هون اللي هي اي شيء فوق الكراون فوق السيمنتو انيمال جانكشن بسميه كراون، واي شيء تحت السيمنتو انيمال جانكشن بسميه روت. هاي الحالة شرحناها انه مثلا لما يكون عندي يعني بشكل سريع لما يكون عندي بكتيريا جوات الماوث والأورال هايجين كتير سيئة، هذا الشيء اذا يعني المريض ما تداركه شوي شوي بده يتكون عندي شيء بنسميه البلاك او الجير. هاي صورة الجير. اوكي طب شو هو هذا الجير؟ عبارة عن تكلسات او ترسبات تمام تترسب لي هون على الاسنان، بتسبب لي كتير مشاكل للأسنان. من هاي المشاكل إنه أول شيء بتسبب لي انحسار للسة. شو يعني انحسار للسة؟ مثل ما قلنا بصير عندي نفس هيك نقصان أو امتصاص للسة وبتصير بتنزل أكتر لتحت. تباعا لهذا الشيء أوكي بصير عندي كمان بون يعني البون بصير له امتصاص كمان ماشي. فنتيجة لهذا الشيء طلعوا هون كيف الروت مبين عندي تمام. فهي واحدة من المشاكل الكبيرة اللي بيسببها الجير. اوكي اذا ما تعالج بده يتطور لي لحتى يصير عندي انحسار لسه وكمان امتصاص للبون، وبهاي الحالة بيسبب لي مشاكل من ضمن انكشاف الجزر. وهذا مثال على انه كيف منشوف. طبعا هذا هيك مثلا هون كلياته هذا بنسميه كلينيكال كراون، واي شيء هون تحت انا مو شايفته بنسميه كلينيكال روت. هاي كمان صورة تانية، هاي كمان صورة ثالثة. هون بنشوف كيف هيك بلشت اللسة عندي انه يكون في التهاب. هلا بس كمعلومة لكم من علامات التهاب اللسة اللي هو احمرار انتفاخ نزيف، وكمان بيكون عندي رائحة فم كريهة، واذا تطورت الحالة طبعا بنبلش نشوف انحسار وانكشاف لاجزاء السن الثانية اللي مو مفروض تكون يعني مكشوفة. طيب هون مرة تانية عم نحكي عن الالفيولر بروسس، هو حكي معاد تقريبا بس في نقطة هون لازم ننتبه لإلى انه هذا الالفيولر بروسس اللي اتفقنا انه هو بيدعم لي الاسنان بيعمل لي سبورت للاسنان، هو اصلا الجزء اللي الاسنان ترتكز عليه. طول ما انا عندي جذور الاسنان طول ما هي موجودة في الالفيولر بون موجود وعلى العال، اول ما مثلا يصير قلع او اكستراكشن لأي سن الالفيولر بون رح يحس انه هاي المنطقة صارت فاضية تمام. فاذا انا ما عوضت اوكي رح يصير عندي امتصاص عظمي ورح يختفي، يعني على حسب انا كم سن قلعة رح يختفي مكان هاي الاسنان اللي قلعتها. فلهيك لما نقلع اي سن سواء لاي سبب لازم اننا نعوض مكانه فورا. طبعا الدكتورة يعني عطتنا امثلة للتعويض، رح احكي عن شغلتين منهم. اول طريقة اللي هي الزراعة، الزراعة ببساطة يعني منجيب هيك مثل برغي تيتانيوم بيكون مصنوع من مادة التيتانوم تيتانيوم ومنحطه اوكي منزرعه هون، منستنى لحتى يصير عندي بعدين اللي هو مثل العظم بيلتحم مع هذا البرغي اللي انا زرعته وبعدين بزرع فوقه. هلأ الحل الثاني اللي هو بس اني اعمل كراون اللي اعمل يعني اني اعمل بريدج. كيف بصير هذا الشيء؟ انا بمساعدة هذول الاسنان الاثنين بطريقة معينة بعمل لهم تحضير اوكي، ومن يعني الكراون هو من دون روت اوكي ما بيكون عندي شيء هون تحت،
بس هو عبارة هيك عن شكل كمنظر جمالي، ويعني بيكون شوي بيساعدني بعملية الأكل والمضغ، بس هو بس ك يعني تعويض بس من هون من فوق، من تحت من هون ما بيكون عندي أي تعويض. فلهيك هذا الحل يعني ما أنا كتير مستحب. الزرعات اللي هي المثال الأول اللي حكينا عنه هي أفضل حل فعلا، ليش؟ لأنه بتعطيني تعويض، فبالتالي الألفيولار بروسيس بحس إنه ترى في شي هون فبيضل متماسك أوكي وما بيتحلل. في كمان هون مشكلة انه لأ طبعا التعويض هذا لازم نحنا نعمله بأي وقت، ليش؟ لأنه إذا ضل هذا الفراغ موجود الأسنان راح تصير تبلش تزيح على هذا الفراغ وراح يخرب الأطباق بالتالي. هلأ هون عنا الألفيولر بون، فهو إله أكتر من جزء، تمام؟ فمثلا خليني بلش بهاي المنطقة. هلأ هون أنا عندي هاي مولر، أوكي؟ هاي المولر إلى جذرين، المنطقة بين الجذرين بنسميها انتر راديكولار بون، اوكي، اللي هو العظم اللي بيكون بين جذور السن الواحد. طيب انا هون عندي بريمولر وعندي هاي مولر، المنطقة العظم اللي بيناتهم يعني اللي بين جذرين بس من سنين مختلفين، مو لنفس السن نفس هون، لا، لسنين مختلفين، جذرين لسنين مختلفين بنسميها الانتر بروكسيمال بون. واعلى منطقة مثل ما اتفقنا عرفناها اللي هي الالفيولار كريست. طيب هاي السلايد محطوطة لحتى يعني لجانب من جوانب الأشعة، أوكي، اللي هي عم تحكي لنا عن الكثافة اللي بتطلع فيها يعني الأجسام أو الجزيئات لما بنجي نحنا بنعمل صورة أشعة. هلأ بدنا نعرف إنه صورة الأشعة لما بيجي مثلا بصور، بتوقع هون كان في صورة بالضبط، هاي الصورة تمام، بنلاحظ إنه في عندي مناطق غامقة بتكون سودة ومناطق تانية بتكون فاتحة، شايفين مثل هون هاي لونها أبيض. طب أنا شو هو الشي اللي بيحدد لي إذا هاي المنطقة بدها تكون تطلع لي سودة ولا بدها تطلع لي بيضة؟ أول شي بدي إياكم تعرفوا إنه المناطق اللي يعني المناطق بالأشعة منقسمة لاسمين إلى مصطلحين، الراديو أوبيك أو الراديو لوسنت. هلا الراديو أوبيك اللي هي المنطقة الغامقة اللي بتبين لي بالأسود، عفواً الراديو لوسنت هي المنطقة الغامقة، أوكي، اللي بتبين لي بالأسود بالألوان الغامقة. الراديو أوبيك هي المنطقة الفاتحة اللي بتبين لي بالأبيض، أوكي. فمثلاً هاي عنديها راديو لوسنت وهاي هون راديو أوبيك. طيب شو اللي بيحكم لي إنه مين بدها تكون راديو لوسنت أو راديو أوبيك؟ أي soft tissue، أوكي، بدها تكون مثل مثلاً البلب أو حتى الدينتين، هاي رح تطلع لي بالراديو لوسنت، أوكي، بده يكون لونه غامق نفس ما شايفين هون. هذا البلب تشامبر اللي هي الحجرة اللبية، شايفين كيف بتبين شو اسمه بالراديو لوسنت، بتبين لي غامقة. أما أي hard tissue مثل البون، مثل الإنامل اللي هو الميناء، ميناء السن، طبعا هو قاسي كتير قاسي، انتو لو جربتوا إنكم مثلا تطرقوا على أسنانكم بتلاقوه قاسي، فهو الإنامل قاسي وبده يبين باللون الأبيض، أوكي، فلهيك بنسميه راديو أوبيك. هاي شرحناها اللي هي الانتربروكسيمال بون، طبعا هي الأريا اللي بتكون موجودة يعني بين شو بين البروكسيمال سيرفيس لا two adjacent teeth اللي هي هاي هي المنطقة، أوكي. المنطقة الثانية اللي هي الانتر articular bone اللي هي هاي المنطقة، عفوا الانتر radicular bone اللي هي هاي المنطقة اللي بتكون بين جذرين للأسنان بس بتكون لنفس السن. طيب هلا بدنا نحكي عن اللايرز تبعوت البون. هلا نحن ما اتفقنا انه اللي عندي مثلا المانديبل والمانديبولر والماكسيلري هن عباره عن شو؟ عن بون، اوكي. فبدنا نحكي عن هذا البون من شو بيتركب. طبعا هو بيتركب من اكثر من طبقه. اول طبقه اللي هي الطبقه الخارجيه، هاي هي الطبقه اللي هي اكثر شيء برا، هاي هيك بنسميها الكورتيكال بون. طيب وهي بتكون كتير قاسية، ومثل ما قلنا هي الاوتسايد وول تبعت المانديبل والمكزيلا on the facial and lingual aspect. طيب فهي الطبقة الخارجية من المكزيلا او المانديبل وبتكون كتير قاسية، هاي بنسميها الكورتيكال بون. تاني شيء اللي هو السبورتينج بون، او هو اساسا السبونجي بون، تمام، او الكانسيلا سبون.
هذا الكانسيلس بون بدنا نعرف انه هو بيكون بس موجود بالالفيولار بروسيس، تمام؟ يعني لما انزل لتحت عند البيزل بون اللي هو الجزء التحتاني من المانديبل او هذا، ما رح لاقي سبونجي بون. طيب بس هذا السبونجي بون رح يكون موجود تحت الكورتيكال بون بس بالالفيولار بروسيس. هلا عنا الالفيولار بون بروبر اللي هي عبارة عن طبقة كتير رقيقة من هذا البون، بتكون يعني بتغطي each الفيولاس. هلا الالفيولاس هو هاي الحجرة كاملة، تمام؟ هاي الحجرة كاملة اللي السن بيكون قاعد جواتها بنسميها الفيولاس. هاي القشرة اذا شايفينها هيك قشرة مبينة بلون بني ناعم بنسميه الالفيولار بون بروبر. هلا الالفيولار بون بروبر لما بناخذ صوره اشعه وبنشوفها على الاشعه بيكون لها اسم ثاني، بيكون اسمها لامينادورا. فاللامينادورا هذا مصطلح هو نفسه الالفيولار بون بروبر، بس بيكون وين؟ بالاشعه. يعني لو مثلا الدكتوره جابت لنا صوره الفيولاس من العيادة كلينيكال وقالت لنا وأشرت لنا على المنطقة نفسها تبعيت الالفيولار بون بروبر، منقول إنه هاي الالفيولار بون بروبر، ما منقول عنا لامينادورا. بس إذا جابت لنا صورة أشعة فنحن هون منقول عنا لامينادورا. طبعا هاي الصورة زيادة أنا حطيتها، بس بدي أياكم تشوفوا الالفيولار بون بروبر. هذا هو رقم واحد، شايفين وين جاية؟ اللي هو بيكون تقريبا الجدار تبع الالفيولاس اللي بيحتوي على التوث سوكت. بالضبط هذا هو الالفيولاس، شايفين هاي الفيولاس 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 الى اخره. الالفيولاس هي سينجولار وجمعهم يعني هذول كلياتهم بنسميهم الفيولي، ومثل ما قلنا هي البوني سوكت، هي ال 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 يعني الحجره اللي بتحتوي السن الموجوده بالالفيولار بون. وشو كمان؟ البيريوستيوم. هلا هي كمان طبقه، اوكي، بتكون مصنوع يعني عباره عن كونكتيف تيشو بتغلف لي البون. طيب وبعدها بعد هاي بكون بتبلش عندي الجنجيفا والالفيولار مكوزا وهالقصص. اخر شريحه هون مثل ما حكينا، تتذكروا لما حكينا عن قصه الانحسار اللثه؟ طيب شو الحل هلا؟ نحن لما يصير عندي انحسار لثه خلص هيك بنتركها مكشوفه؟ طبعا لا، بنعمل شيء اسمه زراعة لثة. طب هذا الشيء كيف بيكون؟ وهي بس للمعلومات، لمعلوماتكم الإضافية. بنروح على البلت اللي هو الحنك، طيب سقف الفم، وبناخذ منه شريحة. بعدين هاي الشريحة بنجيبها وبنحطها بهذا المكان اللي بيحتاج زراعة، وبنخيطه مع الحواف اللثة الأصلية، وبنستنى فترة زمنية معينة، وبعدين لحاله رح يصير التئام ويرجع للوضع طبيعي. وبس يعطيكم ألف عافية يا رب، وإن شاء الله موفقين دايماً.